الآن رح يصفالي المشهد المؤلم ذا. زملائي القدامى بمروا من أمامي دون تحية، دون ابتسامة. طلابي بيبعدوا النظر عني. أستاذ براء هو الوحيد اللي يروحني. أنا شايفك يا عصام أستاذ قد الدنيا. هيك قرر أبو عصام، هيك حكم أبو عصام. أبويا الله يرحمه، أبويا الله يرحمه كان عنده قطعة أرض صغيرة، بس زرعها بأشياء كبيرة، زرع فيها حب ووطن وعصام اللي هو أنا. 17 سنة في سن التعليم وأنا بحاول أعيش اللغة العربية بقبول الله. 17 سنة وأنا بحاول أغير فهم المجتمع على جمال لغتنا. صارت العربية أزمة بتواجه تحديات كثيرة، وإصلاحها بده كثير. خلص صار الوقت اني ارحل، صار الوقت اني اسف. Ooh.
نهاركم سعيد. مطار غرمة الدولي يرحب بكم، ونحب أن نبعث بمعايدة نارية على كل من قرر أن يستخدم خطوطنا الجوية، ونتمنى لكم رحلة هادئة مليئة بالذكريات الجميلة. شيك لك لف بكل الأرضية بلد بلد، اللهم لا حسب. Of course، يلي شايفه قدامك خلى بلد إلا زارك، كل ويكيند ببلد. شو يعني ويكيند؟ يعني أسبوعين، وجربت كل طيران العالم، بس طلعت ببلاك فيس من الطيران المتحدة، رجل مثلي ما يخطر غير لبن وخبز. والله عيب، بس سيدي شو يعني بلاك فيس اللي حكيتها؟ يعني بسواد الوجه. طيب بلاقي عندك شغل لابني؟ ليش بيشتغل بك؟ سارة عربي في مدرسة. اوه شغلته صعبة، بضل حدا لياقة ولا بيحتاجها؟ الأعمال استاذ عربي كمان والله يطلعني من بلاك فيس. نقدم الأفضل لمسافرينا، ولأن اللي بيروح ما بيرجع، بتقدم لكم فرقة الفنون آخر حبياتها المصورة.
يا غسان كنفان نجاح في الشمس. واو يو نو هيم، حلو هالكتاب. نصيحة، ما تكمليها النهاية. ليش؟ شو بيصير بالنهاية؟ الجميع كان يبحثوا عن ملجأ في المرض، بس الشخصيات في نهاية الكتاب لم تجد هذا الملجأ. لو سألتك سؤال ست سهاد، تشرفنا ست سهاد، برأيك ليش الناس هجروا اللغة العربية؟ كيف انخلقت هاي الغربة بيننا وبين لغتنا؟ كيف ننهض ونرتقي بلغتنا العربية ونواجه تحديات؟ لماذا؟ لماذا هذا التكابر على اللغة؟ أسئلتك كبيرة، أنت يا صحفي يا كاتب. أنا معلم لغة عربية. معلم لغة عربية قرر يترك كتبه وبيته وصفه وطلابه. معلم قرر يهاجر لمكان يقدر يحقق فيه أحلامه. معلم بدور على حق اللغة العربية وحق اللي بيحبوه. ليش محمود؟ المفروض تكون مبسوط. أنت وين مسافر؟ أنا رايح لبلاد الأحلام، لبلاد روحة بلا رجعة. لا بس سمعت عنها كثير. هذا محمود بالصف الخامس، كان من أشطر الطلاب عندي بالصف التالي. مرة كتب خاطرة عن حديثه مع شمس. وهاي صورة لي مع سامي ومحمود وناصر وعطاف وندى لما فزنا بالمركز الثاني على مستوى الوزارة مهرجان الخطاب. هاي رسالة من واحد من الطلاب، أعطاني إياها بعد ما أعرف بسرعة. تحبي أطلع لك إياها؟ ما شوية وقت قبل ما أطلع الطيارة. إلى أستاذي العزيز عصام. أنا أحبك وأعلم أنك تحبني. تريدني أن أكون متفوقا، أنا أيضا أريد كذلك، لكني لا أستطيع إلا بالمساعدة. أنت من جعلني متفائلا في الحياة، أنت من زرع في القوة والأمل، أنت من أصر وثابر من أجلي أنا وزملائي ومن أجل لغتنا العربية في ظل الكثير ممن تخلوا. لقد علمتني حب لغتي ووطني. أعرف أنك غير سعيد وتريد تركا مرغما من اجل احلامك ولغتنا الأمية، لكني حزين برحيلك وكل زملائي في المدرسه حزين. اعلم استاذي ان وطننا فقدك ولغتنا ستفقدك ايضا. أرجوك لا تبكي أو تحزن وأنت تقرأ رسالتي هذه. أنا الآن أجلس في الصف وأنا أفتخر بين زملائي بأن لقبي الجديد أصبح أستاذ عصام الصغير، وأنا جدا
فخور بحضرتك. أتمنى لك رحلة فيها الحب والسلام والأحلام مثل الرحلة التي أخذتنا بها من خلالها. النداء الأخير للرحلة رقم 24 إلى لندن يرجى التوجه إلى بوابة رقم 6 وشكراً. أنت أستاذ عظيم وطلابك محظوظين فيك. أنا صار لازم أروح الطيارة وقبلك. سيداتي وسادتي، نعم هو الوداع منا، ولأنه اللي بيروح ما بيرجع حبيت أتقدم لكم مرة أخرى فرقة الفنون مع آخر أغنياتها المصورة. صحيح نسيت اقول لك
عشان تقدر تروح هناك لازم تترك اي غلط معاك هون زي هاي الشنطة. بس هاي فيها شوية ذكريات محتاجة تواسيني بغرفتي هناك، بقدرش اخليها. اصلا مش محتاج الذكريات هناك، بمجرد ما توصل راح تكبها ورا ظهرها. مسافرين الكرام، نود اعلامكم بان الطائرة ستخلع الان. يرجى من جميع المسافرين المتجهين الى جمهورية روحة ولا رجعة الترجع الى بوابة القوامة. Yeah.
أخوه نجيب محفوظ. الكثير منا لا يبقى يذكرها من الألم، والكثير منا لا يتغير عبثا بل قهرا. أعيدوا لنا لغتنا العربية. المصاعب